مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم كل يوم سبت بيكون معنا ديب بنتعلم سر من اسرار مهنته. حلقتنا النهارده هتدور في اطار التشطيب والديكور، زي ما انتم عارفين ان الموضوع ده للاسف دخل فيه غش في الخامات وفي الماتيريال. للاسف بيبقى نفس الديزاين عندي وعندي غيري، لكن ما بيبقاش بنفس الجوده والمصداقيه اللي بتوصل للعميل. كمان الموضوع اصبح مفتوح لاي حد ممكن يدخل في المجال ويتقال عليه صاحب مهنه وخبره. بدأنا نعمل سيرش على مواقع التواصل الاجتماعي عشان نشوف افضل الشركات اللي تيجي وتتكلم عن شغلها، ما لقيناش بصراحة غير شركة فنون من الناس البسيطة جدا اللي مهتمة بالمجال، مش واخدة الموضوع صبوبة اكتر ما هي واخداه مصداقية مع العميل. الناس بدأت من الصفر لغاية لما عملت كيان كبير جدا على السوشيال ميديا، قدر ان هو يحقق نجاح كبير. طبعا النهارده انا موجوده معاكم ومع مؤسسين الشركه. معانا ومعاكم النهارده باشمهندس ابراهيم مسلحي استشاري حلول هندسيه واعمال ديكور، باشمهندس فراج محمد مهندس ديكور، باشمهندسه مي محمد تصميم جرافيك ديزاينر. اهلا وسهلا بحضراتكم، نورتونا النهارده في اسرار الحياه. في البدايه باشمهندس ابراهيم، كنت عايزه نبذه عن الشركه بتاع حضرتك. شركه فنون احنا اسسناها بتستهدف حاجات كتير جدا مهمه جدا للعميل. تمام. اللي هو التبسيط واستخدام الطرق السريعه والحلول الهندسيه البسيطه مع جوده عاليه لخدمه العميل في التشطيب بتاعه او تعديل الانشائي، يعني مثلا لو في تعديل الانشائي واستخدام الماتيريال الصحيحه في المكان الصح بدون اي تهدير. ان احنا نقلل من تكاليف العمليه الميزانيه او المقايسه بتاعه التكلفه الاجماليه للمبنى من اول بند المباني لحد بند المفتاح. تمام. انا بقى عايز اعرف الشركه بتهدف لايه. الشركه بتهدف لتقليل الميزانيه في الظروف الصعبه الحاليه للتشطيب الداخلي والخارجي للوحده السكنيه. بمعنى اصح ان انا العميل بتاعي لما يجي مش هطبحه، لا انا لا يعني لا 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 يا فندم، احنا بنوفر له الدنيا. هو برضو في حاجه موجوده في السوق اللي هو الاختيار السيء لشركه التشطيب او الديكور او للمقاول اللي هو بينفذ الديزاين بتاع المهندس، فبيورط العميل في حاجات كتير جدا ملهاش اي اساس من الصحه، فبترفع التكاليف عليه. احنا اسسنا فنون علشان نوفر موضوع الهدر ونقلل تكاليف الميزانيه ونحط الخامه الصحيحه او الديزاين الصحيح في المكان الصحيح. تمام. باشمهندس فراج، ازاي حضرتك؟ نورتنا النهارده في البرنامج. كنت عايز اعرف من حضرتك بنود العمل بالشركه. هو طبعا اول حاجه بنبدا بيها في التشطيب او التنفيذ، اي مرحله بنبدا بيها بتبقى التصميم. بص للكاميرا. تمام. مرحلة التصميم دي بنبدا بيها عن طريق مثلا البرامج، بيبقى بنشتغل برامج 3D Max او الاوتوكاد، او طبعا بيخش المرحلة على الفوتوشوب. طبعا بنتكلم على التصميم، يعني بنبدا بحاجتين، الشكل والوظيفة. تمام. ما ينفعش ان انا اتغاضى عن الوظيفة في مقابل ان انا حاجة تبقى شكلها لطيف. بمعنى مثلا لو عندي عمود في الريسبشن او عمود في اوضه النوم، ما ينفعش ان انا اشيل العمود لان هو شكله وحش او مضايقني. تمام. بضطر ان انا اوجد له حلول هندسيه وحلول تتوافق وتتماشى مع الستايل اللي هو العميل بيختاره. يعني الشكل الجمالي عندكم احسن من اي حاجه، يعني اي حاجه فيها ديفو اصلا في الشقه بتبداوا ان انتوا تعدلوها. بالظبط. بفضل مش بعدلها، بدخلها بقى معايا في التصميم. تمام. اقدر ان انا العميل اكون بيحدد هو الستايل بتاعه، بحيث ان هو بيشتغل كلاسيك، عايز مودرن، ممكن يجمع بين الاثنين في اللي هو نيو كلاسيك، ان انا بقدر يعني اوفر له الشكل الجمالي في الاخر بما يتناسب مع راحته النفسيه اللي بتبقى موجوده في المكان، ودي اهم حاجه احنا بنركز عليها، راحه النفسيه. طبعا احنا في التصميم بنشتغل على البرامج 3D Max، بيكون عندنا العميل يقدر يشوف من خلال البرنامج او بعد التصميم يقدر يشوف الشكل في الاخر بعد ما الشقه تتشطب خالص. تمام. ويكون فيها الفرش ويكون فيها الاضاءات وتوزيعه الاضاءات والالوان اللي هو بيختارها. طبعا كل ذوق حضرتك غير ذوقي غير ذوق اي حد تاني، فبيبقى متناسب مع الذوق بتاع العميل نفسه. مش بيبقى متوافق معانا احنا بنوظف الذوق العام بتاعه بحيث ان هو يطلع حاجه هندسيه وليه حلول كويسه. بالظبط، هندسيا وراحه نفسيه، وفي نفس الوقت الشكل الجمالي يطلع في الاخر ايه. تمام.
تمام. طبعا انت حضرتك بتروحي تشتري مثلا اوضه نوم تشوفيها في المعرض بتلاقيها جميله، تيجي تحطيها عندي في الشقه فبلاقيها ما بتبقاش احسن حاجه. ليه؟ لان هو المعرض عامل تصميم كامل. انا بخلي مثلا ايه يعني الحوائط مع الارضيات مع الفرنيتشر مع الاسقف مع الاضاءات وتوزيعتها كله في حاجه واحده، يبقى هارموني في الموضوع، مفيش حاجه تشد عيني او في حاجه ايه تاخد، تبقى حاجه شاذه عن حاجه. بالظبط. تمام. طبعا مراحل التصميم هي مراحل كتيره جدا. بنخش طبعا احنا ما بناخدش مثلا شقق او وحدات سكنيه فقط، يعني بناخد مثلا شركه، محل تجاري، مطعم. تمام. نعمل مثلا منيو، نخش في بند الجرافيك ديزاينر مع الباشمهندسه معي. بتصمم هي اللوجو والكلام ده كله. طب يا ريت بقى توضحي لنا ازاي بقى تظبطي الشغل معاك. تمام. طبعا بالنسبه للجرافيك، ناس كتير اصلا ما تعرفش يعني ايه اصلا الجرافيك ديزاين. الجرافيك ديزاين ده هو يعني عباره عن وسيط ما بين الشركات او مجموعه من الشركات والمؤسسات لتوصيل فكره معينه او هدف معين. تمام. لكن بيبقى عباره عن يعني توصيل يعني حول الفكره لتصميم مرئي يشوف الحاجه اللي هو عاوزها. تمام. عشان يوصل الرساله للجمهور او للكلاينت او للناس اللي بيخاطبهم رساله معينه بتحدد الحاجه اللي هو بيوضحها لهم. زي مثلا لو حد مثلا حابب يعمل زي يعني عام عنده مؤسسة او شركة او مجال معين في العمل، عايز مثلا يعمل له شعار او لوجو، تمام، هوية للشركة بتاعته او للمؤسسة بتاعته، فمش بيكون مثلا عارف ايه نبدأ منين نعمل ايه. فمثلا احنا بنعمل له او انا يعني بالاحرى بعمل له اللوجو اللي هو الشعار. تمام. ده طبعا بيمثل الشركة، وكل طبعا مكان الشعار بيكون بسيط وسهل والوانه وخطوطه يعني سمبل. طبعا بتبقى بتوصل الفكره بشكل اسرع. الجرافيك يعني عموما باختصار هو توصيل فكره بس يعني ببساطه. الفكره بتتحول لتصميم مرئي يتشاف بالعين، يبقى شايف هو الفكره اللي بتدور في دماغه يشوفها بعينه. طيب يعني ايه هو بقى اللوجو او الشعار؟ تمام. اللوجو او الشعار هو حاجه يعني بتعبر عن هويه الشركه او المؤسسه اللي احنا بنعمل لها الحاجه. زي مثلا ده طبعا اللوجو ده اهم حاجه لانه بيقام عليه بقيه الحاجات المطبوعات او يعني اي حاجه تخص المؤسسه. تمام. وطبعا الشعار ده بيبقى ليه مواصفات، يعني مش اي حد، لان ساعات ممكن تبصي تلاقي لوجو كده يوجع عينك. فاهميني؟ ما يضايق عينك، ما يبقاش متناسق مع بعضه. فكل ما اللوجو او الشعار كان بسيط وسهل بيؤدي الغرض بيبتدي خلاص يرسخ في ذهن العميل او بيبتدي يفتكره. زي احنا مثلا ممكن نكون ماشيين براندات كتير، طبعا اكيد حضرتك عارفه او الساده المشاهدين عارفين، اي براند او اي حاجه مثلا ليها علامه او ليها لوجو، وانس ان هو يكون بسيط خلاص بيفضل في ذهن العميل او بيفضل في ذهن الجمهور. فهو كل ما كانت الوانه بسيطه وخطوطه ابسط كمان، كل ما كان سهل اللي هو العميل يفتكره. طيب احنا معانا مداخله تليفونيه. استاذ السيد مرشدي، الو. الو. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازي حضرتك فندم؟ الحمد لله. احنا النهارده طبعا معانا شركه كبيره في مجال التشطيب والديكور، شركه فنون. اكيد سمعت عن الاسم ده قبل كده. ايوه تمام. طيب انا بقى عايز اعرف حضرتك تجربتك كانت مع الشركه تجربه كويسه ولا كان فيها ديفوهات؟ لا كانت كويسه جدا، وعشان كده انا قلت اعمل المداخله دي للامانه يعني. تمام. كلمني يعني ايه اللي حصل مع حضرتك وهم بداوا ان هم ينفذوا الوحده؟ لا انا كان عندي ناس في القاهره. تمام. تمام. كان محتاجين حد يعني للتشطيبات، وبصراحه الباشمهندس ابراهيم شرفنا جدا جدا يعني. كان التسليم في ميعاده ولا كانوا اتاخروا على حضرتك شويه؟ لا والله يعني هم بصراحه ملتزمين في الوقت والتنفيذ وشرفوني قدام الناس يعني، ما كانش ليا بس كنت قصدهم للناس يعني، لكن بصراحه شرفوني جدا يعني. تمام. تمام. بشكرك على المداخله الجميله ديت يا باشمهندس. باشمهندس ابراهيم، عايز اعرف من حضرتك الاشراف والتنفيذ والاختيار الصحيح لشركه التشطيب والديكور. والله هو الاختيار الصحيح، احنا لما بنيجي نتفق مع العميل المفروض ان احنا عندنا فريق عمل كبير جدا. كل بند بيبقى فيه عدد من المقاولين، بحيث ان احنا لو جالنا مثلا مشروع كبير او مشروع صغير بنقدر نلبي طلبات العميل في المواعيد اللي هي محددة بالجودة المطلوبة.
تمام. بالنسبة بقى لتنفيذ البنود، احنا بنبدأ من بند المباني، ده بداية التشطيب بعد ما نستلم الإنشائي من مهندس المدني أو مهندس الموقع. بنبدأ بعد كده بند المباني، بنبدأ بعد كده بالمراحل بتاعت بند المحارة، بنرجع بعد كده اللي هو بند الدهانات أو الجبسون بورد أو السيراميك أو البورسلين أو الرخام. ده كله بيبقى تلو بعضه، بمعنى ان احنا بنحاول مرحلة التأسيس بالنسبة للسباكة والكهرباء، ثم المحارة، ثم الدهانات، ثم الجبسون بورد او الخشب وبديل الخشب، ثم بقى بند الالمونتال او الداخلي بالنسبة للابواب والشبابيك على حسب التوصيف بتاعها والاتفاق عليها. المشكلة اللي بتواجه الناس كلها او معظم العملاء او اللي هم عندهم وحدات سكنية او المواطنين، ان هو بيجي مثلا بيتصدم في حد مقاول او شركة ذو جودة رديئة ما عندهاش خبرة او مش ممارسة المشاريع الكبيرة والصغيرة او مش مواكبة العصر الحديث وشغل الديكور الحديث في التوقيت الزمني اللي هو ايه ممكن يختار فيه، بمعنى ان هو ممكن هيتفق معاه يعمل له حاجة بخلاف اللي هو ايه، او ما يلبيش للعميل الرغبة بتاعته في اختيار التشطيب اللي هو ايه عمله بدون تصميم. طيب لما تلجأ لشركة متكاملة فيها مهندسين تصميم، بتشوف الشغل بتاعك 3 دي ماكس قبل الشغل او اوتوكاد بنطبقه، انت بتشوف الوحدة السكنية بتاعتك وهي لسه على المحارة او المباني او اي المرحلة اللي هي ايه بنتفق عليها او اللي احنا اتفقنا او العميل وصل لها، بنوري له بقى الفينش بتاعه النهائي بالفرش بتاعه، بحيث ان هو لو في تعديل او في الوان عايزين نغيرها بدل ما نقعد بقى اثناء خط سير العمل، لا بتبقى عارف كل حاجة من البداية ان ده بيساهم في تقليل الوقت واهدار المال على الفاضي وجودة الشغل العالية. تمام. فده استهدافنا او ده الامكانيات اللي احنا ممكن نقدمها للعميل. برضو ان احنا يعني بنراعي الظروف الاقتصاديه الحاليه او ارتفاع الاسعار المواد والبناء طبعاً. والتشطيبات بفضل الله بالخبره بتاعتنا اللي هي السابقه، خبره كبيره جدا في مجال التشطيب عموما، بنحاول ناخد الطرق المختصرة المفيدة اللي هي بتقلل التكاليف وبتوصل للجودة المراد منها أو المرجوة للعميل. تمام. طبعا من الحاجات اللي هي مهمة جدا في التشطيب وديكور الإضاءة. الإضاءة مهمة جدا، لا هي بتعمل إسبوت على الحاجات اللي موجودة في اليونت، بتوضحها، لازم تكون متناسقة مع اليونت بتاعتها الوحدة، يعني مثلا للإضاءة في غرفة المعيشة غير في الريسبشن غير في غرفة النوم. باشمهندس فراج، إزاي بقى بتوظف الألوان والأضواء عشان تدي راحة نفسية للعميل؟ اولا الاضاءه بتلعب نسبه كبيره جدا في موضوع الديكور، ان انا اظهر العفش اللي عندي او اظهر مثلا شكل ديكوري معين عندي. تمام. فانا بوزع الاضاءات، عندي نوعين من الاضاءات، اضاءه مخفيه واضاءه صريحه. تمام. الاضاءه الصريحه دي اللي بستخدمها مثلا لو انا يعني هذاكر، هستقبل ناس، حد ضيف عندي، لازم يكون في اضاءه عندي مناسبه، ما انا مش هبقى يعني الهدوء والاستجمام اللي عندي مش هيبقى زي الايه المناسبة لما تبقى موجودة عندي، وانا مش طول الوقت قاعد في هدوء ومش طول الوقت عندي مناسبة. فانا لازم اشكل او انوع بين الاضاءتين دول، وموجودة دي تبقى دي موجودة ودي موجودة. تمام. واركز برضو في الاضاءات، مش هقدر ان انا اوزع الاضاءات كلها بشكل واحد او بشكل نمطي او ستاندر، لا. تمام. يعني انا بخدم على الفراغ اللي موجود عندي. بمعنى ان انا ترابيزة السفرة احتاج فوقيها نجفة، احتاج فوقيها ازود الاسبوتات اكثفها. لو في الفيديوهات اللي معروضه هتلاقي الاسبوتات اللي محطوطه. تمام. مش محطوطه ستاندرد، يعني مش كل متر مثلا هتلاقي كل مثلا فراغ بيبقى تحتيه فوقيه 3 اسبوتات، سفره 3 اسبوتات، القعده 3 اسبوتات، اللي هي الفراغات اللي انا مش هستخدمها او الكورنرز المخفيه مش محتاج فيها اضاءه، خلاص مش لازم انورها ومش لازم اظهر الحاجه اللي هي ايه ملهاش لازمه عندي. تمام. تمام. عندي برضو جزء الالوان، ده مهم جدا، ده العميل هو اللي بيقدر يحدده. تمام. واحنا على اساسه بقى بنختار العفش وبنختار الالوان باقي الشقه كلها. تمام. والباشمهندسه مي برضو ليها دور في موضوع الالوان دي. بتقدر في اللوجوهات والشعارات والكلام ده كله.
طبعا يعني بنكمل بعض يعني أكيد. انا برضو عندنا مثلا في الفن الجرافيك او جرافيك ديزاين من الاساسيات يعني الالوان دي من الحاجات الاساسيه، بعد الخطوط وبعد الافكار اللي هتطلع بتبقى بتبتدي ان خلاص تختاري الالوان، فالالوان دي بتختاريها على حسب او بتم اختيارها على حسب مثلا هنفتح مثلا حد هيفتح ريستورانت مطعم او كافيه او مثلا يعني هختار مثلا كافيه او مطعم، فاكيد مش هختار له الوان بارده او هاديه، لا يعني اختاري الوان اللي هي تفتح الشهيه. معنى صح ان الالوان برده مهمه طبعا يعني بفتح مثلا هعمل لوجو هتكون مثلا الوانه حاره، لو هعمل مثلا في مطاعم او كده عشان تجذب العين تشد العين، لكن لو هعمل مثلا في حاجه تانية مثلا محل ملابس اطفال او كده الالوان تكون بارده اللي هي هاديه زي الازرق او الابيض وهكذا. تمام. طبعا احنا وقت حلقتنا جري بسرعه، بس احنا ان شاء الله لينا حلقات تانية مع شركه فنون هنتكلم باستفاضه اكتر، شغلهم كتير. اتفضل حضرتك. احنا من هنا من هذا المنبر بنوصل الرساله لكل العملاء او لكل الناس اللي هي لديها رغبه في عمل ديكور، ان احنا باذن الله عاملين مبادره من خلال شركه فنون باقل عن اي شركه او اي مقاول بنسبه 30% ان شاء الله، واحيانا بنعمل التصميم هديه. اكيد طبعا عليك. ده عرض مهم جدا شركه فنون النهارده عاملاه لحضراتكم. تابعوا مع الصفحه وتابعوا كل جديد وان شاء الله باذن الله من نجاح لنجاح باذن الله. شكرا يا فندم. وبكده تكون انتهت فقرتنا. استنونا فقره جديده عن ازاي الموبايل بتاعي لو سرق ازاي اجيبه في لمحه البصر من خلال متخصص بروفيشنال في المجال، تابعونا هتعرفوا كل جديد. محمد علي امام مدير وصاحب مؤسسه العدل للمحاماه. خاص برضه احنا كده عندنا تخصصات بصفه عامه في جميع القضايا، وخصوصا بس ايه قصتي انا في موضوع يعني البحث عن التليفونات اللي هي بتضيع بتاع الناس المحترمه والناس الغلابه، بنقف معاها بدون اي اتعاب في الاول خالص، وبعد كده بيبقى في رحمه في الاول وفي الاخر. طبعا كان معايا برضه حاله كده ثانيه كده بتاع راجل محترم جدا، سافر اسكندريه من حوالي برضه حوالي 3 شهور ولا 4 شهور، وهو كان عامل محضر من 2022، وبعدين هو تواصل مع حد كده محترم كده على رقم تليفونه، طلع تليفونه ما بيضيع الخط بتاعه، وصاحب الشأن لما جالي هنا دخل طبعا عرف ان انا بعيد، قلت له خلاص نتواصل مع الراجل ده، فاتصلت فعلا على تليفون الموكل بتاعي اللي هو ضايع الخط اللي هو التليفون، فرد على الراجل المحترم اسمه عبده زكي، وقلت له يا ابني الموضوع كذا 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 كذا، قال لي خلي بالك انا لقيت التليفون ده، والراجل طبعا قد حسن نيته كلها، وجينا الحمد لله بفضل الله يعني ايه عشان يسلم لنا التليفون. فالاستاذ عبده معانا هو بقى يقول لك الدنيا ماشيه ازاي. انا كنت شغال وماشي في الشارع ولقيت التليفون ده ولقيته بيرن، فرديت عليه اتواصلت مع الاستاذ محمد في مكتب المحاماه، لعند لما رن عليا جبت التليفون وانا راجل مش بتاع حرام ولا مقبل الحرام يغنيها بالحلال، وجبت التليفون للاستاذ محمد في المكتب اللي عندي هنا. طبعا احنا كلمنا الحاج عبده، طبعا قال لي ايه، قال لي لو العلبه موجوده هديك التليفون، فطبعا قلت له عامل العلبه موجوده وصاحب الشحن موجود، فالحمد لله بفضل الله طبعا الراجل ده برضه يعني جه راجع العلبه على التليفون، واحنا طبعا بنشكره جدا جدا للناس المحترمين، طبعا الاستاذ عبده راجل برضه راجل سعيد محترم بيفهم في الاصول، ولما عرف ان الحاجه دي مش بتاعته ولها صاحب فهو طبعا ادى حسن نيته وجه باحترام وادب وجه يسلم التليفون عندنا، واحنا بنشكره وربنا يبارك له وربنا يعينه عليه، هو في راجل شقيان، حتى احنا عرضنا عليه ياخد اي حاجه يعني حلاوه الجهاز رفض، فاحنا بنشكر جدا جدا الاستاذ عبده، واحنا تحت امرك وقوتك هنا، وشوف انت عايز تقول ايه عندنا، انت عايز تقول وتحط امرك في انت محتاجه. لا يا باشا انا كويس ان اتعرفت بحضرتك ومعرفت خير ان شاء الله. وانت راجل محترم. اتفرجت عليك يا استاذ عبده وشكرا جدا 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 وكل سنه وانت طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد علي امام مدير وصاحب مؤسسه العدل للمحاماه. خاص برضه احنا كده عندنا تخصصات بصفه عامه في جميع القضايا، وخصوصا بس ايه قصتي انا في موضوع يعني البحث عن التليفونات اللي هي بتضيع بتاع الناس المحترمه والناس الغلابه، بنقف معاها بدون اي اتعاب في الاول خالص،
وبعد كده بيجي في رحمه في الاول وفي الاخر. طبعا كان معايا برضه حاله كده ثانيه كده بتاع راجل محترم جدا سافر من اسكندريه من حوالي برضه حوالي 3 شهور ولا 4 شهور، وهو كان عامل المحضر من 2022. وبعدين هو تواصل مع حد كده محترم كده على رقم تليفون، طلع تليفونه ما بيضيع بيتعمل الخط بتاعه. وصاحب الشأن لما جالي هنا دخل طبعا عارف ان انا بقيت، قلت له خلاص انا اتواصل مع الراجل ده. فاتصلت فيه انا على تليفون الموكل بتاعي اللي هو ضايع الخط اللي هو التليفون، فرد على الراجل المحترم اسمه عبده زكي، وقلت له يا ابني الموضوع كذا 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 كذا. قال لي خلي بالك انا لقيت التليفون ده، والراجل طبعا قد حسن نيته كلها وجينا حاضر الحمد لله بفضل الله يعني ايه عشان يسلم لنا التليفون. فالاستاذ عبده معانا هو ده يقول لك الدنيا ماشيه ازاي. كنت شغال وماشي في الشارع ولقيت التليفون ده ولقيته بيرن، فرديت عليه اتواصلت مع الاستاذ محمد في مكتب المحاماه. لعند لما رن عليا جبت التليفون، وانا راجل مش بتاع حرام ولا مقبل الحرام يغنيها بالحلال، وجبت التليفون للاستاذ محمد في المكتب اللي عندي هنا. طبعا احنا كلمنا الحاج عبده طبعا قال لي ايه، قال لي لو العلبه موجوده هديك التليفون. فطبعا قلت له عامل العلبه موجوده وصاحب الشقه موجود، فالحمد لله بفضل الله طبعا الراجل ده برضه يعني جه راجع العلبه على التليفون. واحنا طبعا بنشكره جدا جدا للناس المحترمين طبعا، الاستاذ عبده راجل برضه راجل سعيد محترم بيفهم في الاصول، ولما عرف ان الحاجه دي مش بتاعته ولها صاحب فهو طبعا ابدى حسن نيته وجه باحترام وادب وجه يسلم التليفون عندنا، واحنا بنشكره وربنا يبارك له وربنا يعينه عليه. هو في راجل شقيان، حتى احنا عرضنا عليه ياخد اي حاجه يعني حلاوه الجهاز رفض، فاحنا بنشكر جدا جدا الاستاذ عبده واحنا تحت امرك وقوتك هنا. ونشوف انت عايز تقول ايه عندنا، انت عايز تقول رجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام. فقرتنا هتتكلم عن سرقة الهواتف وازاي ان انا ارجعه، حلقة مهمة كل واحد لازم يستفاد منها، مع الباشمهندس محمد علي امام مدير استشاري قانوني لمؤسسة العدل للمحاماة، امير عبد الحميد مساعد استشاري للسم والبكم لغة الاشارات. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. شرفت بحضرتك، نورتنا النهارده. الله يخليك يا فندم، ما نحرمش من ذوقك. احنا النهارده بنتكلم في حاجة مهمة جدا جدا اللي هي التليفونات اللي ضايعة او المفقودة او المسروقة بصفة عامة. تمام. يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا بنقول الناس ازاي ترجع التليفون بصفة عامة. الناس اللي بتاخد تليفونها بتبقى عندها عدم وعي شويه او مكسله. الناس دي بتعمل الاجراءات القانونيه جدا في قلب الـ في الـ الـ الاجراءات القانونيه المتبعه، ان هو بيعمل محضر وبعد كده بيروح ان هي بيعمل تتبع وبيجي استعلام من شركات المحمول وبنجيب التليفون. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا برضو بنساعد الناس، لان الناس اصلا كلها طبعا الظروف الماديه ما بناخدش اي اتعاب من اي حد خالص نهائي، وبيبقى فيها رحمه لحد ما التليفون بيرجع، وفي حالات احنا بنرجع التليفونات ما ناخدش منها حاجه. تمام. الحمد لله. الحاجه الثانيه والمهمه كده، لو تليفون لا قدر الله ضاع باي وسيله، بنسعى ان شاء الله بطرق القانونيه بمؤسسه العدل للاستشارات القانونيه ان احنا بنساعد الناس ووعي على مستوى جمهوريه مصر العربيه عن طريق برضو السم والبكم. معايا برضو امير عبد الحميد، راجل برضو متخصص معايا من فريق العمل المحترم، ازاي بلغه الاشاره بيوصل للناس اللي ما عندهمش خلفيه ازاي التليفون يرجع بالطرق القانونيه المتبعه في اسرع وقت ممكن. تمام. بتعملوا ايه طيب عشان ترجعوا التليفون في اسرع وقت؟ اول حاجه الكرتونه. لما بنرجع التليفون بناخد الكرتونه وصوره البطاقه بتاع الشخص اللي ضاع منه التليفون، وبيتوجه لاسم الشرطه، بيعمل محضر فقد بالهاتف بتاعه بكل المواصفات، بنوع التليفون، بالسيريال نمبر، بلونه، وبعد كده المحضر بيطلع من الاسم للنيابه، بيتعمل فيه اجراء رسمي لحد ما الرد بيجي من شركات المحمول الاربعه اتصالات، فودافون، موبينيل، وي. لما بيجي الرد من السيد المستشار المحامي العام احنا بنتوجه للجهات المعنيه ونخلص كل حاجه ونتصل بالراجل بيستلم تليفونه، والحمد لله حققنا نتيجه كويسه جدا جدا من غير اي مقابل مادي خالص، لان انا الحمد لله بفضل الله المؤسسه دي بتدعم الناس المحترمين اللي حقه ضايع مش عارف يوصل له باي طرق قانونيه استشاريه.
تمام. فاحنا الحمد لله بنقف مع الناس دي بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن. طيب باشمهندس محمد، دلوقتي لو انا التليفون بتاعي ضاع وبالكرتونه، هل انا اقدر ان انا اجيبه تاني ولا خلاص الموضوع انتهى؟ لا والله الحمد لله بنجيب برضو الحاجه دي فعلا جدا جدا، برضو احنا بنطلب برضو من الشخص بيجي وكلام ان شاء الله انا مسؤول عنه، بيجي التليفون طالما الخط جوه التليفون بتاع المبلغ او الموكل او الشاكي، احنا برضو بالطرق الرسميه القانونيه بمساعده الجهات الرسميه على مستوى جمهوريه مصر العربيه بنقدم الطلب بتاعنا رسمي وبنتوصل ان شاء الله باذن الله وبنرجع التليفون حتى لو الكرتونه بتاعته ضايعه. طب ده حلو كتير قوي، ده في ناس اصلا بتفقد الامل وبيبقى التليفونات معاها بتبقى غاليه جدا وتقول لك خلاص ده عليه العوض ضاع يعني. فهو حضرتك بس عشان الناس ما عندهاش وعي او ما حدش هنا بقى بترجع الضمير. هنا بيرجع الضمير ان احنا على طول في عندنا حاجه اسمها احنا بنستعان بربنا سبحانه وتعالى، فربنا بييسر الطرق الكويسه بخدمات ناس محترمه في الجهات المعنيه من من الشؤون القانونيه، من مثلا اي حد بصراحه الناس بتساعد معانا في الجهات المعنيه وبنوصل الحمد لله بفضل الله. وجبت قبل كده تليفون للكابتن رامي فعلا كان ضاع التليفون بتاعه بالكرتونه والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله وجبناه بفضل الله سبحانه وتعالى. هو لازم يكون الخط في التليفون، لازم حضرتك يكون الخط في التليفون عشان احنا بنعمل عمليه يعني ايه مزدوجه، الخط طالما جوه التليفون بيجيب السيره بتاع التليفون تمام والنتيجه عكسيه، وطالما الكرتونه موجوده بيجيب الخط زيها مثالك حضرتك بالظبط زي الانسان فينا، طول ما القلب شغال فالهيكل كله شغال تمام، فالشريحه دي تعتبر هي قلب التليفون هو رقم الخط. فبنتواصل برضو للجهات المعنيه ونطلب طلب وبنقدم طلب ان احنا بنجيب افاده رسميه من السيد المستشار المحامي العام بالاستعلام عن السيريال نمبر الخاص بالتليفون المشغل على الخط بتاع صاحب الجهاز بتاع صاحب التليفون. طيب. وبنوصل الحمد لله سبحانه وتعالى ونجيب التليفون. انا دلوقتي التليفون خدته وشلت منه الخط وحطيت خطي برضو يتجاب ان شاء الله. الناس بقى برضو بيجي ازاي حضرتك؟ النهارده انا بشيل خط التليفون بتاعي او انا خط التليفون بتاع حد معين اتسرق التليفون، فانا بعمل ايه؟ بروح رامي الخط ومشغل التليفون واي فاي. الواي فاي طبعا رابط على الخط الارضي. الواي فاي رابط على ايه؟ على الخط الارضي. احنا بنخش برضو بايديولوجيه معينه الحمد لله بفضل الله برضو بخبرتنا في القصه دي وبنجيب التليفون عن طريق الواي فاي لان الواي فاي مربوط عليه خط ارضي. الناس ما تعرفش تصل المعلومات ديت. طيب بستاذنك بس معانا مداخله تليفونيه دكتور احمد خضر. الو الو يا فندم، مرحبا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا النهارده في اسرار الحياه. ربنا يبارك فيك يا استاذه هند. النهارده احنا معانا باشمهندس محمد علي استشاري قانوني لمؤسسه العدل للمحاماه، بيقول لنا ان هو يقدر يجيب اي تليفون اتسرق على طول في اسرع وقت، الكلام ده حصل مع حضرتك؟ والله طبعا الكلام ده والله على ما اقوله شهيد حصل بالفعل، خدت بال حضرتك؟ فطبعا اللي حصل معايا بالظبط ان انا طبعا فقدت التليفون في منطقه المنشيه، خدت بال حضرتك؟ تمام. فانا بصراحه يعني فقدت الامل لاني طبعا حصل ان وقع مني تليفون قبلها بثلاث اربع سنين، والتليفون عملت حتى تتبع في 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 من خلال اسم المنشيه والنيابه كده، ويعني خدت الاجراءات القانونيه. لكن طبعا يعني المواضيع دي في بالنسبه في اطار الحكومه او اطار المؤسسي بياخد وقت شويه، لاني طبعا ملايين من الناس بتفقد تليفونها، خدت بال حضرتك؟ وطبعا بيبقى في صعوبه في استرجاع التليفون ده، يعني من حظه اللي يرجع التليفون. تمام. لكن في بالفعل يعني تواصلت مع صديقي فهو اللي وصلني بالبشمهندس محمد علي امام، خدت بال حضرتك؟ ويعني انا توكلت على الله، قلت يا ربما يحصل وربنا ييسر الامور ويجي التليفون. تمام. وقد كان طبعا الباشمهندس محمد يعني وجهني ان انا اعمل محضر بالعلبه بتاعت التليفون او بالكرتونه، وفي الفعل عملت محضر وجبت صوره المحضر من النيابه، والله بكلمك باخلاص لم يتفق معي في اي مليم، يعني الاستاذ محمد علي ما قاليش ولا هاخد كام ولا مش هاخد كام، الراجل خد مني الكرتونه وخد مني المحضر وقال لي ان شاء الله خير. تمام. في خلال اسبوع بالظبط وفاجئ ان الكابتن محمد بيتصل بيا بيقول لي ان شاء الله احنا توصلنا من خلال التتبع ومن خلال مؤسسه العدل لمكان التليفون. يعني والغريب في الموضوع ان احنا يعني التليفون كان في منطقه براني او في مدينه براني اللي على الحدود من الغرب. ياه. حضرتك؟ والله العظيم.
والاغرب من كده واللي ادهشني اكتر ان الاستاذ محمد علي كان طالع من عمليه، كان شايل حصوات في الكلى، واصر ان هو يسافر معايا. يعني انا قلت له هسافر معاه لان هو كان عامل العمليه، كان ممكن يروح لوحده لو مش عامل عمليه. تمام. لكن والله يسافر معايا، خدت بال حضرتك؟ وقسما بالله في يوم 7 رمضان اللي فات واحنا صايمين الحمد لله، وده يعني جميل لن انساه من مؤسسه العدل، لان كل الناس دي سافر المسافه دي كلها، والتليفون كان طبعا تليفون غالي، كان حوالي 9000 جنيه. تمام باشمهندس. فوالله يسافر معايا المسافه دي كلها لبراني 9 ساعات او 10 ساعات سفر من اسكندريه، خدت بال حضرتك؟ في رمضان واحنا صايمين، والله احنا فطرنا العشاء قسما بالله، المغرب جدا علينا واحنا في الطريق، فطرنا العشاء. فالراجل ده بذل مجهود، والغريب في الموضوع برضه طيب. ان هو واحنا في الطريق والله ما دفعت جنيه في المواصلات، وقعد هو اللي يتقدم بالدفع. تمام يا عم ازاي؟ تمام تمام دكتور احمد، معلش هنخاطر الوقت. تمام، انا بشكرك على المداخله الجميله دي. باشمهندس محمد، قبل ما اختم الفقره بتاعتي، تقولي تنصح ايه للمشاهدين لما حاجه زي كده التليفون بتاعهم يتسرق، تنصحهم بايه؟ اول حاجه خالص بيعملها اي حد بيشتري تليفون بيتجاهل العلبه او بيركنها، دي مشكله، لان سند الملكيه في التليفون المسروق العلبه. تمام. علبه الجهاز، يحتفظ بعلبه الجهاز. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه بنتكلم في بيحصل بقى تتبع زي ما سمعت دلوقتي من الدكتور احمد خضر، بالفعل فعلا الكلام فيه مصداقيه، وبنتواصل باذن الله بطرق قانونيه ونجيب التليفون مهما يكون في اي مكان. تمام. الحمد لله احنا جبنا تليفونات من جرجه من سوهاج، وجبنا تليفونات من منوفيه، وجبنا تليفونات من اسماعيليه، وجبنا تليفونات من اسكندريه. تمام. ومن بنها، والحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا انا قبل ما انهي الفقره بتاعتي، تليفونات الباشمهندس محمد موجوده على الشاشه، واي حاجه انتوا عايزينها. انت حضرتك عايز تتكلم على الابتزاز الالكتروني؟ طب في السريع عشان بس الابتزاز الالكتروني بس النهارده، اي حد بياخد صور بتاع البنات اللي في الدراسه والكلام ده كله، بيخش ياخد صور شخصيه منها وبعد كده يبتزها، يهددها بالتليفون بالصور ده. فاحنا بنقول ايه، اي حد برضو في الجهه دي، احنا بنخلص الحمد لله بفضل الله، برضه بنتكلم في الماديات عشان الناس بتكسل تجري على حقها. تمام. ما بناخدش ماديات خالص في الاول خالص، وفي الاخر بيبقى في رحمه من ربنا سبحانه وتعالى. اكيد. بنتواصل مع الناس برضه بالطرق القانونيه، بنتواصل مع جرائم الانترنت او مباحث الانترنت في جميع مديريات الامن، وبنقدم الشكوى الرسميه بتاعتنا، والحمد لله الجهات الفنيه بتساعدنا ونجيب الحاجه دي ان شاء الله. اكيد. الوقايه سعادتك بقى من الموضوع ده ايه؟ الوقايه النهارده عشان انا يكون عندي السيفتي الامان للتليفون، هنقول حاجه واحده بس. المفروض اي حد على مستوى العام الشخصي من جميع على جميع انحاء الجمهوريه ما ينفعش يحط خصوصياته على التليفون. تمام. الخصوصيات اللي هي الخصوصيات زي ايه؟ يعني في حاجات ما ينفعش نحطها على التليفونات بتاعتنا. يبقى انا كده عملت سيفت للتليفون. تمام. عملت سيفت للتليفون. تمام. الحمد لله. والهدف الهدف الهدف اتفضل. الهدف بقى من الحلقه بتاعتنا دي ان شاء الله، ان احنا بنعمل برضو نعمل متابعه للناس على مستوى جمهوريه مصر العربيه، وخصوصا انا جاي الحلقه النهارده لوجه الله عشان الصم والبكم والناس اللي هي عندها الإعاقة الذهنية، أنا بساعد الناس دي على مستوى الجمهورية بدون أي أتعاب. أكيد أكيد طبعا، أنت سمعتوا كلام الباشمهندس، إن شاء الله نتواصل، تتواصلوا معايا لو في أي حاجة، فقد لأي تليفون، الحمد لله بفضل ربنا إن هو بيقدر يجيبه. أنا بشكرك، بتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق، وإن شاء الله الأرقام تكون حلقة موفقة لحضرتك. أرقامك موجودة على الشاشة وممكن تقولها. 010 99 30 20 99. تمام تمام، طبعا الارقام موجوده على التليفون وهو قالها لكم. كده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، استنونا فقره جديده مع هندي شاهين.